مشافي جديدة في محافظة إدلب مهددة بإغلاقها وانقطاع الدعم مع نهاية شهر أيلول الجاري. أبرز هذه المشافي مشفى الأمل للجراحة العظمية، حيث نتواجد الآن. هذا المشفى يعد الوحيد في منطقة حارم شمال غرب إدلب، حارم وريفها وسلقين، وهو يخدم مئات الآلاف من المصابين والجرحى والجراحة العظمية في هذه المنطقة. لنتابع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفك حجي؟ الله يبارك فيكم يا رب. بتعرفنا عن حالك؟ الأخ يحيى أحمد علي عبد الله من سهل الروج من قرية كبتة. حكينا عن إصابتك، شايف إيدك مكسورة. والله بعيد لأنك انكسرت من 15/6. رحت على مشفى الجامعة بإدلب، ومشفى الجامعة بإدلب أخي قال لي عمليتك ما بيلحق دورك لواحد عشرة، أو بتعملها على حسابك بتكلفك 700 دولار. والله يوم 700 دولار ما معي 100 دولار الصراحة. أول شيء بدي استنى على الدور، وحاولنا مع الدكتور عدة مرات ما فعلي عمل لي العملية. بعدين ذكروا لي مشفى الأمل بسلقين، جيت لهون. والله الله يبارك فيكم وفيه، جيت لعند الدكتور حسن جولاق الله يبارك فيه ويكثر من أمثاله. قال لي جيت لعنده السبت، قال لي السبت الجاي دورك بالعملية. يعني ما شاء الله عليه والله. ونهار اللي عمل لي العملية لي كان 10 عمليات عنده وانا الـ11. يعني ما شاء الله، يعني عملهم فرد نهار والله الله يبارك فيه. الساعة 7:30 باشر ما خلص لـ3:30 العصر. طبعا للتذكير مشفى الأمل الجراحة العظمية هو الوحيد في منطقة حارم وسلقين، والآن هو مهدد بالأغلاق نهاية شهر أيلول. إذا تم لا سمح الله أغلاقه، فأنت وين ممكن توجهه وتتابع؟ والله يعني أغلاقه يعني كارثة، يعني وعبء على 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 جميع الأهالي. يعني فعلا يعني إذا راح من هون يعني لا حول ولا قوة. يعني إذا وقف دعمه أو وقف شغله يعني صدقا، يعني هذا المشفى يعني مشفى بمعنى الكلمة، وما شاء الله يعني نظافي بمعنى الكلمة وعناية بمعنى الكلمة. يعني والله حرام يوقف هذا هيك مشفى. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب، الله يكرمكم. كيفك حجي؟ اهلا بيك يا هلا وسهلا. بتعرفنا عن حولك؟ عطا ابراهيم المصري. من وين جاي؟ من سقاط. من سقاط. نعم. حكينا عن اصابتك، عن شايف مكسور. والله انا من 14 يوم انكسرت اجري، جيت لهون عملوا لي تصوير وعملوا لي جبيره، وهلا جاي لعندهم على المراجعه. وقت اللي جيت كيف شفت الدور؟ كيف شفت المعامله؟ والله ممتازه، يعني مباشره انا دخلت اسعاف، مباشره تلقوني ومباشره على التصوير على الاشاعه، صوروا لي مباشره. فت عند دكتور كمان عيني مباشره، عمل لي جبيره واعطاني ورقه اللي بعد 14 يوم تراجعنا. يعني كانت معامله ممتازه. يعني انا القصد حجي انه ما اجلوك او كذا دغري فوتوك مباشره نفس النهار، مباشره ما في خلال نص ساعه، يعني تصوير اشاعه طلعت الصوره جبيره، وهلا رجعنا لعندهم على المراجعه. طيب حجي، نحن سمعنا انه اخر شهر ايلول اللي نحن فيه ممكن يوقف الدعم على المشفى، فايش بتقول انت؟ الله يفرجه، من الفرج من عند رب العالمين ان شاء الله تعالى. ايش ممكن انت تتصرف او تتابع وين اذا مشفى الامل وقف؟ يعني بدي نجيب نروح على مشفى المصاري، او بنطلب انه مثلا الامداد يضرب بعين العالم، العالم كثير مستويه. طيب انت يعني جيت لهون ما هو قدرتك تروح على مشفى خاص؟ والله ما لي قدر، لا والله يعني ما في قدر اروح على مشفى خاص. الحمد لله على سلام. الله يسلمك يا رب، الله يبارك فيكم ويفرجه يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بتعرفنا عن حالك؟ عباس محمود نعنع. شايفك في مشفى الأمل، بتحكي لنا عن الولد. نعم والله، أنا الصبي هذا صار معه التهاب بإيده، والدكاترة جبنا لهون صار معه التهاب عظم، عملوا له أول عملية وطلعنا، وهاي تاني عملية هلأ جبناها وعملنا له إياها، والحمد لله رب العالمين. يعني ككادر أطباء ممتاز فوق الوصف، يعني حتى المشفى بشكل عام يعني جد شيء فوق الوصف كمعامل. يعني
من وين حضرتك جاي؟ أنا جاي من مخيم العجمي. يعني العملية نجحت؟ إن شاء الله، بنقول إن شاء الله بإذن الله. اليوم حضرتك في مشفى الأمل مراجعة؟ لا، مراجعة، مراجعة اليوم. الولد اليوم في تحسن شايفه؟ إن شاء الله. إيه إن شاء الله في تحسن جيد كمان. طيب أول ما جيت أو جبت الولد إسعاف، كيف كانت المعاملة أو الاستقبال؟ مباشرة بدون أي تأجيل، واهتمام من كادر أطباء كامل، عارف كيف؟ يعني فورا تم تقديم الإسعافات مباشرة. طيب اليوم نحن عم نسمع أنه ممكن توقف الدعم على المشفى الأمل، فأنت إيش رأيك في الموضوع؟ دمار شامل، إذا بتوقف المشفى دمار، دمار خالص. شيء يعني أنا يمكن لو بدي أشتغل بمشفى ثاني ما خرج يعالج الصبيان. يعني ما في قدرة مالية؟ لا والله العظيم ما خرج يعالج أبدا أبدا. طبعا نحن بنعرف هون الخدمات مجانية بالكامل. الخدمات مجانية وشيء يعني جيد فوق الوصف. المعاملة، الشغل، الأخلاق، كله 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 تمام تمام. إيش بتوجه هيك رسالة هيك؟ إيش بتقول حول إنه إذا وقف الدعم؟ لا أنا بتمنى يضل الدعم ماشي، ولأنه العالم يعني الحالة ضيقة، وكأطباء يعني حرام هيك مشفى يوقف جد. مشكور كتير. أهلا وسهلا فيك. متسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. بتعرفنا عن حالك؟ حسام المصطفى، المدير الإداري مشفى الأمل لجراحة العظام والمفاصل. أستاذ بتحكينا عن الخدمات اللي بيقدمها مشفى الأمل؟ مشفى الأمل مختص بجراحة العظام والمفاصل، يقدم خدمات ما يخص الجراحة العظمية. الأقسام الموجودة في المشفى؟ هلأ قسم الأقسام المشفى، العيادات الخارجية، عيادتين خارجيات، بالإضافة إلى الإسعاف على مدار 24 ساعة، قسم الصيدلية، المخبر، قسم الأشعة، بالإضافة إلى قسم الاستشفاء، المعالج الفيزيائي وصناعة الأطراف والدعم النفسي، بالإضافة إلى قسم العمليات. بتحكينا عن المراجعات اللي عم بتتم خلال أشهر أو أسبوع؟ هلا إحصائيات المشفى لما تتراوح من 5500 لحد 6000 مريض أو مستفيد في المشفى. العمليات اللي تجرى في مشفى الأمل أكثر من 500 عملية بين جراحة كبرى وجراحة صغرى. شهريا طبعا. الاختصاصات اللي أنتم مختصين فيها في مجال العمليات الجراحة العظمية؟ الاختصاصات هي الجراحة العظمية، من تشوهات وخلوع وكسور، بالإضافة إلى تبديل مفاصل الركبة، طبعا هي عمليات نوعية تعتبر في المنطقة، بالإضافة إلى تنظير ركبي، تنظير ركبي، تصنيع الأربطة بالتنظير، خصوصاً عند الرياضيين يعني. طيب تحكينا شوي عن مجال الإسعاف الموجود في مشفى الأمل للجراحة العظمية. هلأ المشفى الأمل يقدم خدمة الإسعاف في الجراحة العظمية، يعتبر المشفى الوحيد بالمنطقة في شمال غرب محافظة إدلب على مدار 24 ساعة طبعاً، ويعتبر جهة لباقي المشافي الأخرى. باقي المشافي الأخرى نقص التمويل كمان، مشفى الأمل جعل مشفى الأمل هي وجهة لكل الحالات الإسعافية. طيب شو هي المجالات المختص فيها الإسعاف الموجود في مشفى الأمل؟ هل هو فقط على الشيء العظمي أم بالشكل العام؟ شو هي الاختصاصات؟ هلا أكيد هو الاختصاص الأول الجراحة العظمية، يعني بينسب الجراحة العظمية. الباقي الاختصاصات في المشافي المحيطة ممكن يعني مثلا يكون في نستعين فيها. استاذ يعني ان اليوم حصل اسعاف او حصل مثلا، ايمتى ممكن يتوجه الاسعاف لمشفى الامل؟ باي الحالات؟ هلا اول شيء بالحاله العاديه بتوجه لمشفى الامل، اي حادث سير او بالطلق ناري او ما شابه ذلك بتوجه لمشفى الامل بالحاله العاديه هي، بالاضافه للاسعاف اللي بتحول المشافي الاخرى. بعد المشفى مثلا ما يقيم انه هاي حاله عظميه فبيتم ارساله لمشفى الامل عن طريق نظام الاحاله. طيب استاذ نحن سمعنا انه ممكن يوقف الدعم او التمويل او المنحه عن مشفى الامل للجراحه العظميه مع بعد كم يوم، شو هي الاجراءات اللي عم تقوموا فيها حاليا؟ والله حاليا تواصلنا مع مديريه صحه ادلب وهي عم تسعى بموضوع المشفى، وتواصلنا مع عده جهات اخرى طبعا كمان عن طريق مدير الصحه، ولكن يعني لحد الان ما في رد ايجابي بالموضوع. طيب في حال فعليا انقطع الدعم عن مشفى الأمل الجراحة العظمية في سلقين، شو ممكن يصير؟
والله والمنطقة بالحالة العادية ضعيفة طبيا كانت. هلا بالنسبة لاختصاص الجراحة العظمية المشفى يعتبر المشفى الوحيد. حتى باقي المشافي كالجراحة العظمية عندها بسبب نقص التمويل صار في عنده حتى نقص باختصاص الجراحة العظمية. فأقرب يعني مشفى ممكن توجه له أهالي المنطقة هو مشفى مثلا عقربات على حدود بيبعد يعني أقرب مشفى تقريبا 70-80 كيلو أو 100 كيلو. يعني رح تصير بالكارثة إنسانية بالمعنى الحقيقي لسكان المنطقة والمهجرين للمخيمات هون والمهجرين للمدن اللي هي شمال غرب إدلب. مثل ما حضرتك ذكرت أنه حوالي 100 كيلومتر أقرب مشفى عظمية تاني وهي منطقة الحقيقة بعيدة كتير، فكارثة حقيقية لا سمح الله أن توقف الدعم عن مشفى الأمل. أي أكيد مش شيء طبيعي، يعني هلق أقرب مشفى تقريبا شيء 100 كيلو بالإضافة للضغط اللي راح يحصل على باقي المشافي اللي مثلا في عندك اختصاص مشفى واحد اختصاص جراحة عظمية وما قادر يستوعب مثلا كل المنطقة. طيب رسائل بتوجه عبر القناة؟ الرسائل والله بتوجه للعاملين في مديرية الصحة، المنظمات الإنسانية، النظر في مشافي في الخدمات اللي بيقدمها المشفى الأمل أو حتى باقي المشافي الأخرى في المنطقة بحيث نتلافى الأزمة الصحية اللي ممكن تنتج عن توقف بعض المشافي. مشكور كتير، حياك الله. Gracias.